نقول ما قدرنا بإذن الله. عندي الكيك البارد اللي بالكاسترد والجيلي، عندي 4 بيضات، كوباية ونص وربع من السكر، ممكن توصل لكوباية ونص، ممكن تبقى كوباية على حسب انتوا بتحبوا درجة السكر قد ايه، كوباية وربع من اللبن، كوباية وربع من الزيت، 2.5 كوباية من الدقيق، معلقة صغيرة من النشا، معلقة صغيرة من الفانيليا، معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وعندي لي طبقة الكاسترد، عندي الكاسترد يعني مش شرط نكون حاطين يا جماعة عدد كوبايات لبن كتير، احنا ممكن نعمل 2 كوباية لبن على الكاسترد الجاهز، وممكن نزود لو احنا القالب كبير خلاص، فهو على حسب حجم القالب هتحطوا كمية اللبن. انا هستخدم الكاسترد الجاهز اللي هو بيبقى مكتوب على العلبة، هنستخدم 2 كوباية لبن عليهم 3 مثلا معالق كاستر، ماشي، عشان نبقى احنا واضحين، غير الكاستر اللي احنا بنعمله مانيوال. عندي 5 معالق من الكاستر، عندي 4 معالق من اللبن الباودر، وعندي 4 معالق من السكر، دي طبقة الكاستر. طبقة الجيلي طبعا عندي 1.25 كوباية من المية السخنة، هسخن المية، وكوباية وربع من المية الباردة، 2 باكيتات من الجيلي اي نوع حضراتكم تفضلوه، طبعا بما ان الفراولة متألقة فاحنا استخدمنا جيلي فراولة والفراولة، وعندي فراولة متقطعة مكعبات او انصاف زي ما حضراتكم تحبوا. طيب هاخد كده، ماشي، هاخد دي للكاستر وهخلي دي هنا كده تدفى شوية عشان الجيلي. طيب انا هبدا اول حاجه، طبعا مقادير الكيك، نعمل الكاسترد الاول. عندي هنا ادي اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو لسه على البارد، هحط كام معلقه لبن بودره ندعم، وهناخد السكر، انا عندي سكر بودره هاخد منه 2 معلقة بس، تنسوش ان في طبقه جيلي والجيلي محلى اساسا، فانا مش عايزه اكتر سكر، بس يا دوب بنكه الايه زي ما بيقولوا طبقه الكاسترد نفسها يبقى فيها طعم يعني، وده الكاسترد الجاهز اهو. الكيك كمان من الحاجات الحلوه جدا، طبعا في نسبة بيض كويسة، في نسبة لبن، في يعني هو اصلا الكيك من الحاجات اللي بتعد ككيك بكل مقاديره، بيساعد في امتصاص الكالسيوم من الجسم بشكل حلو. بصوا كده هنبدا بقى ايه الخليط يسخن معانا علشان يبدا يربط ويديني قوام، انا مش عايزه القوام تقيل قوي، انا عايزه برضو الكيك يتشرب شوية. عايزه اقول لكم الكاسترد بقى اللي احنا بنعمله في البيت اللي هو عبارة عن مثلا 2 بيض مع لتر لبن مع فانيليا و3 معالق نشا، باخد اللبن الاول يغلي مع شويه فانيليا على النار، وبعدين بدوب الصفارين البيض، بحط معاهم 3 معالق نشا ورشه فانيليا برده، بضربه مع بعض مع 2 معلقة سكر او 3 على حسب، لما يبقى خليط يفتح لونه كده، وبعدين اللبن بيبدا يغلي، اروح واخد اللبن حاطه شويه شويه اقلب لحد ما اعادل الحراره بين اللبن السخن والخليط البيض عشان ما يستويش، وبعدين ارجع انزل الخليط تاني على اللبن واحطه على النار لحد ما يربط معايا. ده الكاسترد الاصلي اللي احنا بنعمله في البيت، انا هنا عملته عشان احنا عملناه قبل كده كتير، فما رضيتش ان انا ايه اضيع وقت حضراتكم في الموضوع، فاحنا استخدمنا الجاهز. خلاص هنبدا بقى نقلب الخليط ده، نعلي بقى النار شويه، مش عايزاه بس يتلسع، لازم ايدنا فيه، مهم قوي التقليب، علشان التقليب في المراحل اللي زي دي سواء مهلبيه او كاسترد او كده بيمنع ان احنا ايه الكيك يلزق معانا. طيب هنقلب تقليبة حلوة، وهنعمل خليط الكيك. الكيك سهل قوي في عمايله، وبيستوي بطريقة سهلة وبسيطة، ممكن نعمله سوا مع بعض دلوقتي في بولة عشان برضو ايه الناس اللي ما عندهاش عجان او مضرب بيض. معانا الاء من بني سويف، اهلا يا الاء، اتفضلي حبيبتي. الحمد لله يا حبيبة قلبي، ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انتي عاملة ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. الحمد لله كويس يا رب دايما يا حبيبتي. ممكن عندي سؤال؟ اتفضلي. عايزة طريقة كيك؟ عايزة ايه؟ الكيك. انا معاكي روحي، معلش مش سامعة يا بنات. الكنافة بتنشف منك؟ الكنافة بتنشف معايا في الفرن ده.
مش بتبقى طريه، احنا عاوزينها يعني طريه. طب انت قولي لي بتحطي عليها وانت في الفرن اللي هو الكبير البلدي ده. عارف. طب هقول لك حاجه، إيه؟ انت بتحطي ايه على الكنافه غير السمن؟ بحط عليها سكر. ما تحطيش سكر، ما تحطيش سكر، ما تحطيش سكر، ما تحطيش سكر. ماشي. قول. هيبقى في الفرن اللي هو الكبير ده البلدي. هيبقى جميل. ماله، هو الفرن البلدي ده احلى فرن، بيطلع احلى تسويه. ما تحطيش سكر بس، وما تكتريش كميه السمنه، انا هنزل لك مقاديرها. خلاص؟ احنا نص كيلو بنحط عليه غالبا كوبايه واحده سمنه او كوبايه الا ربع عشان ما تنشفش. ماشي. وما تحطيش سكر عشان بيساعد على تنشيفها شويه، بما ان انت مش بتحبيها ناشفه. وما تديهاش تسويه كتير، تابعيها، يعني اول ما تحمر الجوانب ابداي اديها لون من فوق علشان ما تبقاش ناشفه منك. هيبدا يربط اهو. بصوا انا حطيت البيض، معايا الفانيليا اول حاجه بحب احطها على البيض، وبعدين هنزل بنسبه السكر. السكر ده منخول، سكر بودره بس نخلناه وتمام. بصوا بقلب بقى الايه، الكاسترد بدا يربط معايا. خليني بقى اقلب هنا. بصوا ادي البيض والسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. خفيش كده. ريحه الفانيليا دي يا جماعه رائعه. عايز اقول لكم دلوقتي بقى فيه بقى كل حاجه حلوه، روح الموز وروح جوز الهند وروح الميه الورد وادي الزيت. بصوا لحد ما يبقى مستحلب كده، شايفين ازاي بقت كده اهي. ارجع تاني اقلب هنا كده. هاخد بقى الدقيق. الدقيق عندي فيه ايه؟ عندي معلقه النشا، عندي البيكنج باودر معلقه كبيره، ذره الملح. وهنقلب التقليبه الحلوه دي للمكونات الجافه. خلاص. ولبن هزود بيه اذا احتاجت الخليط للبن. ماشي الكلام؟ كلام جميل. كده تعالوا بقى بينا ننزل شويه شويه من الخليط الامور ده هنا بالتبادل مع اللبن. خلاص. هطرب بس النار هنا. ومعانا مدام منال. اهلا اهلا. ايه النور النهارده كده؟ يعني انا بفتح التلفزيون لقيت حاجه منوره كده. يا رب سعيدك، منور بوجودكم والله. والله ربنا هيجازيكي كل خير يا يا رب. احلى دعوه. المعلومات والحاجات الجميله اللي انت بتقوليها للناس. يا رب يبارك في عمرك يا مدام منال. والله بجد يعني انا مبسوطه بالكلام النهارده اللي كله فعلا بتدي كده يعني طاقه ايجابيه للناس كلها حتى البنات الصغيرين. يا حبيبتي ربنا يبارك في عمرك يا رب. شرف ليا والله، شرف ليا. وتسلم ايدك على الفن العصفور الجميل القمر اللي طالع من ايدك. الله يسعدك يا روح. بس انا ممكن اعمله بالكبده وهي نيه؟ اه ممكن ممكن. اصل انا مش عايزه الكبده اللي هي اصل انا ما بحبش الكبده المحمره اللي بالرده. بلاش خلاص، اعمليه بالكبده النيه طبعا يبقى اروع. اه وفي كمان صلصه بيعملوها كده برضو بقى في المطاعم. أوه. برضو بالكبده وصلصه بس من غير لسان عصفور. في ما هي على حسب ما انت يعني بس دي ممكن اعملها بدل ما احط لسان العصفور يبقى كبده بس بالصلصه. والله تبقى روعه، ليها طعم. بس تحط لها بقى سنه ثوم عشان تبقى حلوه. اه حلوه دي. اه حط لها سنه ثوم خفيفه كمان يا سعاد. ايوه هتبقى سهله وجميله. انا بقى تسلم ايدك بجد. تسلمي والله. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي. صباحك زي الفل. صباحك فل. بس اصبح عليكي ولقيت النور كده منوره الله اكبر عليكي ما شاء الله. يعني حبيبتي انتوا منوريني والله. يا رب. الله يخليكي يا مدام منال، شكرا لحضرتك. وبنبارك في قناه الاهلي على الماتش بتاع الاهلي اللي كان زي الفل اول امبارح. طب الحمد لله الحمد لله. والله دايما فرحانين جدا والله يا شيف عظيم. الحمد لله، ربنا يسعد قلوبكم دايما يا رب ويجعل الاهلي كده سبب من ضمن الاسباب. تسلمي، صباحك هنا يا فندم. فحفظ الله. بصوا بقى الكيك خلاص انا اهو. بصوا خلاص ده الكيك العادي. عايزه بقى ايه
اجيب انتوا حاطين لي البان يا حبايب قلبي؟ اه حاطين لي دي صح؟ طيب هي دي ممكن تتقسم على مرتين، هاخد نقطة زيت وهفرد فيها الخليط وهدخلها الفرن عادي 180، هتاخد لها ربع ساعة 25 دقيقة لو انا عاملاها في قالب صغير، لكن لو قالب كيك عادي تقدروا تقسموه تاخدوا جزء منه كيك وجزء منه نعمل بيه الوصفة الحلوة دي. هياخد 35 ل 40 دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن. بصوا انا مش عايزة طبقة كبيرة لان انا مش عايزاه يرتفع، عايزاه يعني ياخد ارتفاع مش كبير قوي عشان اعمل طبقات فوقه. ماشي هدخله بقى الفرن، هاتلي شوية كاستر كام تاني يا محمد، هنشيل بقى دول وهطلع الكيك. بصوا يبقى بالارتفاع ده، شايفين ازاي؟ يبقى الارتفاع اللي حضراتكم شايفينه ده، شايفين الكيك؟ هعمل ايه بقى؟ عايزة اعملها بالشوكة كده. بصوا شايفين الكيك القمر؟ انت فين يا فاضل؟ اهو ايوه، لازم يبرد الكاستر. ومعانا ام محمد من المنيا، يا اهلا وسهلا. اهلا يا ام محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. انا لسه عايزه الفراخ من شويه. الفراخ ايه يا حبيبه قلبي؟ برقت الفراخ من شويه. من عيني، هنزل لك حالا الطريقه. من شويه. عينيا. تحيه لكل اهل المنيا ولام جوزيف. الله يبارك في عمرك يا رب. شكرا شكرا. حبيبتي شكرا ليكي ولتواصلك معانا. بصوا انا بسقي الكيك، الكيك لازم يتشرب، هتحسوه بقى شارب الخليط ده وبقى روعه. هتاكلوا حاجه كده مختلفه. عارفين بقى لو الكيك كمان بايت وعملته كده ولا يهمكم من اي كيك بايت بعد كده، الكاستر ده يحل مشاكل. نعم بصوا بيتشرب، انا عشان كده خرمته بالشوكه. بصوا عشان يتشرب حلو. ماشي انا سمعت، اقسم بدين الله احلف بالله العلي العظيم. اه ما هو فضل مهتم بالكاستر اكتر مني كده. ماشي طيب بصوا بقى، شايفين الطبقه؟ شايفين شربت الكيك فضل يشرب 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 لحد ما بقت الطبقه كده. ده بقى لازم اسيبه في الثلاجه يبرد تماما لما يبقى طبقه ماسكه نفسها خالص زي الكاستر العادي اللي بنعمله في كاسات. وبعدين هيطلع هعمل له طبقه الجيلي، هحط الجيلي في كميه كوبايه ونص ميه وعلى النار، ومعاه كوبايه ونص ميه عادية فترة عشان أبدأ أغطي بيه الطبقة بتاعة الإيه الفراولة. هوري حضراتكم الشكل. بصوا بقى الجمال. طيب أنا بقى شايفين الطبقة عاملة إزاي؟ بسم الله. لازم نبرد طبقة الكاسترد. أنا بس حاولت أعمل لحضراتكم طبقات، شوفوا الكيك لوحده، الطبقة مع الكاسترد بعد ما الكيك. بصوا من هنا من الجنب شارب إزاي؟ كاسترد اتشرب الكيك وبقى كانه سبونج كيك بقى يعني طري، فينفع معانا لو في كيك بايت عندنا مفيش مشكله خالص. هناخده ممكن نضربه في الكبه ونكبسه زي طبقه البسكوت ونحط طبقه فوقه عادي. طيب بصوا دي الجيلي مسك، مش هيمسك الا لو تحته بارد. هبدا احط الفاكهه عادي جدا وبمعلقه بظهر معلقه كده وبمعلقه خشب بصب بالراحه الجيلي. ليه؟ عشان ما يسيبليش دايره في مكان الكاسترد يعمل لي حتت زي الخرام او الدوائر المفرغه. خلاص؟ طيب انا بقى ممكن ازين، عندي شويه كريم شانتي ممكن نعمل كده. الوصفه دي بقى جميله جدا. بسم الله. أنا بس عايزة أرفع دي من هنا. بسم الله. فيعني ملهاش علاقة كيك سليم، ممكن يبقى بواقي كيك عادي نشف عندي. الوصفة دي رائعة، تحطوا بقى مانجا. أنا هحطلك تاني يا نور عيني، أنا أقدر أطفي بس ده عشان ما يسيحليش الكريمة.
والله عاجبك انت، موتي في الكريمه انت يا ندى. روني حياه قلبي، بعرفك من صوتك يا جميل والله. انا داريتها لك خالص عشان احط لك واحده حلوه كده. انت تؤمري يا ندى. عندي يو يروح. بسم الله. هنا حلو، عايزاه هنا. ايه رايك اموره الثانيه جنب اختها بقى؟ حاضر. بسم الله اهي، ونرفع الاوراق كده. ايه رايك قمر؟ قمر مش محتاجه حاجه. دول بقى ممكن نحطهم في الفريزر، نعمل بقى عصير، نعمل منهم شويه بقى موس فراوله، ندلع نفسنا. ايه رايكم؟ يلا نروح نقدم القمر ده بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله.